موضوع آخر، أقدم أولياء تلاميذ ابتدائية جلولي محمد عبد القادر بحي حسيم لود بورجلة على تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المؤسسة التربوية، وقاموا بمنع أبنائهم من مزاولة الدراسة، وذلك للمطالبة بتنحية مدير الابتدائية على خلفية سوء تسييره للمؤسسة حسب تصريحاتهم، وكذا مشاكل بينه وبين الأساتذة وجمعية أولياء التلاميذ، إضافة إلى مشاكل أخرى تتخبط فيها المؤسسة، سيما ما تعلق بالاكتظاظ داخل الأقسام. أولياء التلاميذ هددوا بسنة بيضاء ما لم تلبى المطالب المرفوعة للجهات الوصية. ميكروفون علي بن جد خليف. مدرسة هذه من 1976 عندنا ثلاث أقسام، تخيل كيفاش يقرأوا. عندنا اكتظاظ، وبالمقابل عندنا نسبة نجاح يعني اللي ما اعترفش بها يعني ناكر للجميل. عندنا نسبة نجاح في السنكيام في 4 سنين ولا 5 سنين على التوالي 100%. رانا في 3 سنوات نجروا ورا مديرية التربية، لا حياة لمن تنادي. نشوفوا هو إذا كان احنا المراسلات نتاعنا صحيحة ولا غلطة. إذا كان هو راه يراسل احنا مانيش عارفين، أقل من مراسل ولا فضين ما كانش المطالب نتاع المدرسة نتاعنا. تم حل الإشكال نهائيا، وتلاميذ متمدرسين بصفة عادية والحمد لله، نظرا لسوء التفاهم الذي كان موجود بين الطاقم التربوي والسيد المدير. حتى وان كانت المدرسه فيها في حدود 67 تلميذ متمدرس، الحمد لله وان هذا الاشكال يعني تم يعني القضاء عليه نهائيا هذه الصبيحه بفضل اللجنه التي تم تشكيلها.